بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. قول الإمام المؤلف ابن القيم رحمه الله في موضوع خطبته صلى الله عليه وسلم في تبوك، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتحين الوقت المناسب والفرصة المناسبة لتعليم الصحابة رضي الله عنهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فهو عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الصحابة رضي الله عنهم اختار لهم الموضوع الذي يناسبهم كلهم أو أكثرهم، وهو التوجيه والإرشاد لما ينفعهم. فقال صلى الله عليه وسلم في موضوع خطبته: ومن الناس من يأتي الجمعة لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا. يقول: إن الناس يتفاوتون في الاتيان لصلاة الجمعة والمواظبة عليها، فمنهم من يأتي مسرعا في وقت المناسب قبل أن يبدأ الخطيب بالصلاة فيستفيد من خطبة الإمام ويستفيد من كلام الإمام، ومنهم من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، يعني آخر الوقت، من لا يسمع ولا يستفيد، ولو سمع ما استفاد شيئا، لأنه ما هيأ نفسه للاستفادة. فحري بالعاقل إذا كان موضوع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر له ويستفيد مما يقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه يوجه الناس لما يصلح لهم دينهم ويصلح لهم دنياهم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بما يفيد، وعلى غرار ذلك خطباء الجمعة كذلك يستحب لهم أن يختاروا الوقت المناسب والكلام المناسب لخطبة الجمعة ليحضر الناس ويستفيدوا. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن الناس من إذا ذكر الله جل وعلا لا يذكره متيقنا بصفته الكاملة السالمة من النقص والعيب عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يختار للعباد من يصلح للاستقامة، فمن الناس من يستقيم على الخير ويأتي الجمعة مبكرا ويستمع إلى توجيه الإمام فيأخذ بها، ومن الناس من هو بخلاف ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه،
علامة على فقه الإنسان الخطيب إذا قصر الخطبة وأطال الصلاة، لأن المقصود هو الصلاة النافعة التي تستقيم على أحسن حال ويؤديها على أحسن حال، بخلاف تقليل الصلاة فإنه ينتزعها ويأخذها بغير يقين ولا تمهل. وأما الخطبة فخير الكلام ما قل ودل، كلما كانت الخطبة في الموضوع واضحة جلية وإن كانت قصيرة فهو خير للمسلم، لأن الخطبة القصيرة يستفيد منها المسلم ويأخذ بالتعليمات التي تقال فيها. وإذا طالت الخطبة أنسى بعضها بعضا. فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله عز وجل. وخير هذه حكم يقولها صلى الله عليه وسلم على الأمة لتأخذ بها الأمة فيستفيدوا في دنياهم وأخراهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن الناس من يأتي الجمعة إلا دبرا، يعني متخلفا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، يعني قليلا ذكره لله جل وعلا، ويأتي بذكر غير مناسب. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، اللسان قد يكون صادقا، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينبغي للمسلم أن يمتنع عن الكذب ولا يقال فيه شيئا، وإنما يأخذ بالصدق، فالصدق أمانة، والصدق هو الذي يقود إلى الجنة ويكون المرء صديقا. فأبو بكر رضي الله عنه سمي صديق هذه الأمة لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، ولا يشك في شيء من قوله عليه الصلاة والسلام. لما أتاه المنافقون والكفار فيما قاله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبك يزعم أنه أسري به لبيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، فهل يتصور ذلك منه أن يعود في نفس الليلة ليلة واحدة وذهب إلى بيت المقدس وعرج بها به إلى السماوات العلى؟ هل يتصور منه هذا؟ يريدون من أبي بكر أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق. كلمة عظيمة جامعة مانعة، إن كان قال ذلك فقد صدق، ما يقول إلا الصدق. فمن يومها سمي بأبي بكر رضي الله عنه بالصديق، في صديق هذه الأمة أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. فاللسان إذا تعود الصدق أفلح وفاز صاحبه، وإذا تعود الكذب فإنه يكذب ولا يقول صدقا فيخسر دنياه وآخرته. وخير الغنى غنى النفس، غنى النفس غنى القلب، غنى المرء ظاهرا وباطنا. وخير الغنى غنى النفس، يعني الغنى ليس بكثرة العرض ولا بكثرة الدراهم والدنانير والذهب والفضة والأثاث والأمتعة، ليس كذلك، بل الغنى غنى النفس. كلما كانت نفس المسلم غنية فإن الله جل وعلا يريحه ويكتب له الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. وكلما كان المرء كذابا أو لا يصدق أو لا يطمئن إلى غنى نفسه، بل يجمع الدراهم والدنانير ويخشى الموت أو يخشى العذاب أو يخشى الفقر، فهذا فيه الخسران مستمر والعياذ بالله. فكلما كان المرء غني النفس فهو خير له، وهو سبب سعادته في الدنيا والآخرة. وخير الزاد التقوى، خير ما يتزود به المسلم تقوى الله جل وعلا. تزود بالتقوى تفلح، أما إذا خسرت وإذا شككت فيما أعطاك الله وإذا خشيت الفقر فإنك لا تفلح أبدا. وخير الزاد التقوى، كلما اتقى العبد ربه وغني فيما أعطاه الله فإن الله يكتب له السعادة في الدارين. ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل. ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل. كلما كان المرء يخاف الله جل وعلا ويتقي سخطه فهذا دليل على حكمته ووضعه الأشياء موضعها. فالحكيم هو الذي يضع الشيء موضعه. وكلما كان المرء حكيما فإنه يكون عزيزا عند الله محبوبا إليه. وخير ما وقر في القلوب اليقين. وخير ما وقر في القلوب اليقين، خير ما دخله المؤمن في نفسه واثق به في قلبه واتخذه له، فإنه يصاب باليقين التيقن بقدرة الله جل وعلا، التيقن بكمال صفات الباري جل وعلا، التيقن بالتوفيق والسداد. والارتياب من الكفر. الارتياب من الكفر، الشك والريب فيما يعطي الله جل وعلا العبد، هذا من الكفر. فإن كان يكفر بالله وبوحدانيته فهو الكافر، وإن كان يكفر بنعمة الله عليه مع إيمانه بالله فهذا كفر دون كفر، كفر النفس، كفر دون كفر، وهو الكفر
المعهود الذي لا يعذب صاحبه على الخير كفران النعمة. فإني رأيتكن أكثر الناس كفرا تكفرن العشير، يعني ما تشكر نعمة زوجها المرأة إلا القليل منهن. والنياحة من عمل الجاهلية. والنياحة من عمل الجاهلية، النياحة الصياح والتسخط عند المصيبة، وذلك من عمل الجاهلية. والمؤمن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، ويهيئ نفسه للاحتساب، ويوقن بأن الله جل وعلا ابتلاه بهذه المصيبة، وأن الابتلاء بهذه المصيبة خير له في دينه ودنياه. فالمؤمن قد يبتلى بهذه المصيبة فينجح في الدنيا والآخرة، وقد يبتلى بها فيخسر الدين والدنيا والآخرة. قد يبتلى بالمصيبة فيصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له، فذلك يؤجر أجرا عظيما. وقد يبتلى بالمصيبة فيجزع ويتأثر من هذا ويظهر الجزع، ويقول لما أنا أصاب بهذا وأنا أحسن حالا من ذلك، أحسن فائدة من هذا، لما يبتليني الله بالمصيبة؟ فالله جل وعلا يبتلي بالمصيبة من يحب ومن يبغض. فقد يكون الابتلاء بالمصيبة يؤجر عليه المرء ويصبر على ذلك ويحتسبه، وقد يبتلى بالمصيبة فيجزع ويتأثر ويتسخط ولا يرضى بذلك ويخسر الدنيا والآخرة. والغلول من جثى جهنم. والغلول من جثى جهنم، الغلول أن الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول أخذ الشيء بغير حق، هذا غلول، يعني أخذه بغير حق فهو سبب لدخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة قالوا عنه طوبى له في الجنة قتل في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والله إني رأيت النار تشتعل به لفروة أو لسجادة أو نحوها استغلها، أخذها قبل قسمتها والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر الأخذ من بيت المال بغير حق، أو يأخذ من المال ما لا يستحقه. والغلول من جثى جهنم، والسكر كي من النار. السكر، والسكر كي من النار. السكر شرب الخمر والعياذ بالله، هذا يشربه إذا شربه فإنه يكون سببا لدخوله النار والعياذ بالله. فليحذر المسلم السكر وما يسوق إليه ويدل عليه كشرب الدخان والشيشة وغيرها من المشروبات الخبيثة التي تضر المرأة في دينه ودنياه. والشعر من إبليس. الشعر من إبليس، يعني هو الذي يعلم الشعر وهو الذي يدعو إليه. والمؤمن يكون بعيدا عن الشعر الحرام. فالشعر نوعان، شعر حلال في تحسين المعروف،
وتقبيح المنكر وذكر الأخلاق الفاضلة، هذا شعر حلال حسن. وأما الشعر الذي فيه من الجاهلية فيه الكذب والزور والافتراء فهذا شعر ملعون صاحبه يخاف عليه من النار. والخمر جماع الإثم. الخمر جماع الإثم، يعني أن صاحب الخمر والعياذ بالله لا يتحاشى عن محرم من المحرمات. قد يكون المرء نزيها في شيء واقعا في شيء من المحرمات، فيتحاشى أن يقع في الزنا ولا يتحاشى أن يقع في السرقة، يتحاشى أن يقع في الإثم في نوع من الإثم ولا يتحاشى في النوع الآخر، لكنه إذا وقع في الخمر والعياذ بالله لم يتحاشى عن شيء من المحرمات. وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي أخذته المرء وسكرت عليه بيتها وقالت لا أطلقك حتى تزني بها أو تشرب هذا الكأس من الخمر أو تقتل هذا الصبي بين يدي، صبي نتج عن زنا. فقالت لا بد أن تفعل هذه الثلاثة أو واحدا منها وأطلق سراحك. ففكر فوجد أن قتل النفس عظيم وثواب عظام وعذابه شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كما أن الزنا قبيح وجد أنه أقبح شيء من المحرمات، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال أشرب هذا الكأس من الخمر وأتوب إلى الله. استصغر واستهون موضوع الخمر، قال الموضوع سهل، أشرب هذا الخمر وأتوب إلى الله وأسلم من الزنا وأسلم من قتل النفس بغير حق. فلما شرب كأس الخمر قال زيدوني زيدوني، فأخذوا له بزيادة حتى سكر وصار لا يدري أين هو. فأمرته المرأة أن يزني بها فزنى بها، وأمرته أن يقتل هذه النفس فقتلها. فلذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، يعني المرء قد يقع في ناحية في فعلة ذميمة لكن يقع في المرأة في الفعلة الأخرى. أما إذا وقع في شرب الخمر فإنه لا يتحاشى عن محرم من المحرمات. فلذا سمي أم الخبائث والعياذ بالله. فالسكران قد يقع على أمه، قد يزني ببنته، قد يقتل مسلما بغير حق، قد يقتل زوجته بغير حق، وهكذا. فصاحب الخمر لا يتحاشى عن محرم آخر بخلاف غيره، فقد يزني المرء لكن لا يسرق من أحد شيئا. وشر المأكل مال اليتيم. وشر المأكل مال اليتيم، أخبث ما على الإنسان وأشده جرما أن يأكل مال يتيم. إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم
نارا وسيصلون سعيرا. فما اليتيم حرام على كل عاقل، محرم عليه أن يأخذ منه شيئا. والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. المصائب قد تحصل على الإنسان، لكن هذا حصل عليه مصيبة فمنعته من المصائب الأخرى، رأى أنه لا يليق به، وآخر وقع في مصيبة فاستمرها وأكلها واستمر فيها. فلا ينبغي للعاقل أن يستغل المصائب أو يقع فيها. فالسعيد من وعظ بغيره. والشقي من شقي في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. الشقي والعياذ بالله، ومن كتب عليه الشقاوة حينما يأتيه الملك وهو في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح، فيؤمر الملك بنفخ الروح فيه وكتابة مآله شقي أو سعيد. فالشقي في الأصل من شقي في بطن أمه، فإنه يستمر في شقاوته والعياذ بالله، ولا يتوب من هذا أبدا. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إنما يصير المرء بعد هذه الدنيا إلى أربعة أذرع، قبره يساوي أربعة أذرع، وليس له حظ ولا نصيب فيما جمع، ولا آثر ولا أفنى. كل هذا لا يستفيد منه شيئا، وإنما على المرء أن يحتسب ثواب عمله عند الله جل وعلا، ويجتهد في الأعمال الصالحة، ويجتهد في اليقين الذي يستفيد منه. وملاك العمل والأمر إلى الآخرة، والأمر إلى الآخرة المآل للإنسان إلى ما أعد الله له في الدار الآخرة. إن كان تقيا فله الجنة، وإن كان شقيا فله النار والعياذ بالله. فعلى العبد أن يستحسن ويحسن مستقبله وتوبته لله تبارك وتعالى. وملاك العمل خواتمه، وملاك العمل خواتمه. مآل العبد في هذه الدنيا بما يختم له به من العمل، إن ختم له بخير أفلح، وإن ختم له بشر شقى، شقي أبدا. وهذه الدرر والفوائد العظيمة منه صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة وتوجيه لها، يأخذوا بأسباب السعادة ويجتنبوا أسباب الشقاوة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حلفت بالطلاق إلى آخره، وأنا لا أفتي في الطلاق بشيء. يقول السائل: أنا أعمل في عمل يبعد عن السكن مسافة 80 كيلو،
فهل لي أن أقصر الصلاة وأجمع؟ إذا كان إذا سافرت لهذا الحال بهذه الحال إلى تلك البلدة يوما من الأيام فلك أن تقصر، وأما إذا كان هذا ديدنك وباستمرار هذا عملك فلا يظهر لي أن القصر يصح حينئذ. يقول السائل: هل اختلف العلماء في عصمة الرسل من الذنوب الصغائر، وما هو الراجح؟ وما فائدتك من ذلك يا أخي؟ هذا من السؤال الذي لا يليق. احترم الرسل واعتقد بعدهم عن المعاصي عليهم الصلاة والسلام، فهم أحرص الخلق على البعد عنها، ولا تنقب عنهم في ذلك الباب. يقول السائل: خير الزاد التقوى ورأس الحكم مخافة الله عز وجل. السؤال: ما الفرق بين التقوى والمخافة؟ خير الزاد التقوى، خير ما يتزود به المسلم تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله جل وعلا بعده عن المعاصي. وخير ورأس الحكم مخافة الله جل وعلا، إذا خفت الله جل وعلا فقد حكمت على نفسك بالسعادة وأبعدتها عن الشقاوة، فحري بالعبد أن يبعد عن الشقاوة ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ إذا كان الوضوء الغسل واجبا كغسل الجنابة فإنه يكفي للمسلم عن الوضوء، أما إذا كان الغسل غير واجب فالظاهر أنه لا يكفي عن الوضوء. يقول السائل: والغلول من جثى جهنم، ما معنى جثى؟ الغلول أخذ المال بغير حق، وهذا سبب لقذفه هو وما غله في نار جهنم والعياذ بالله. يقول السائل: طلقت زوجتي طلاق سنة وأشهدت على ذلك، ومضت عدتها غير أني لم أعلمها ولا أخبرتها بذلك، فهل علي إثم؟ إذا طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين ثم راجعتها وهي لا تزال في العدة فالأمر سهل، فعليك أن تراجعها وتجامعها وتخبرها فيما بعد في ذلك، حتى لا يكون هذا الطلاق مانعا من الرجعة إذا تكرر طلاقك لها. وأما إذا طلقتها وتركتها ولم تخبرها حتى مضت العدة ثم راجعتها في نفسك فلا تصح رجعتك ما دامت خرجت من العدة، فهي أجنبية منك، لا يجوز لك أن تستمتع بها لأنها خرجت من عدتها نحوك. يقول السائل: هل يجوز استخدام السواك في الحمام؟ نعم يجوز يا أخي، وخاصة إذا كنت تتوضأ
فيستحب استعمال السواك عند الوضوء. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن توكل رجلا صالحا في شأن النكاح إذا لم تجد الحاكم؟ لا يا أخي، لا يجوز للمرأة أن توكل في تزويجها، وإنما هي بيد الحاكم، فإن وكل في تزويجها صح، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن توكل من يزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. أن تنكح المرأة نفسها باطل، أو تنكح ابنتها أو أختها أو واحدة من نسائها، لأن المرأة لم يجعل الله جل وعلا لها ولاية في النكاح، وإنما ولايتها بيد غيرها. يقول السائل: إذا وكل الولي على زواج بنته وهي بعيدة عن دولتها، ثم رغب الوكيل في زواجها ووافقت البنت على ذلك ثم عقد لنفسه، هل يجوز هذا؟ يجوز للرجل أن يوكل على زواج ابنته غيره، سواء كانت معه في البلد أو في بلد آخر، فإذا زوج الولي نفسه فلا يخلو. إن كان الرجل الموكل الأب قال له: زوج ابنتي بمن ترغبه، فرغبت فيه فله أن يزوجها إياه. أما إذا كان قد وكله في تزويجها لفلان أو علان فلا يجوز أن يتزوجها هو، ما دام خصص الولي الأصلي غيره فلا يجوز له أن يتوكل في أن يزوجها لنفسه. فإذا وكله في تزويجها بمن ترغبه فرغبت في الوكيل فلا بأس. أما إذا وكلها في تزويجها لفلان فقالت: لا أرغب فلان وإنما أرغب فيك، فلا يجوز له أن يتزوجها، لأنها لم تأخذ الوكالة على أنها تتزوج بفلان، وإنما تزوجت عليها أن تتزوج بما ذكر له والدها، أو تنتظر حتى يوكل في تزويجها لآخر. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.